انتم كمنتخب جزائر واكيد تابعت جيدا المنتخب المصري لانه كان معاكم في نفس المجموعه وواكبت مباريات المنتخب التونسي بنظرة بعيدة نسبيا مقارنة بياسر وسمير، كيفاش تشوف الماتش بتاع غدوة بين والله بعيدا بين عن تونس ومصر؟ بعيدا عن المواجهات التاريخية بين المنتخبين اللي هي في صالح المنتخب التونسي، دائما يعرف كيف يخرج من هذه المواجهات منتصر، ولكن اعتقد انه المنتخب المصري ايضا لا يستهان به رغم انه وجد صعوبة في المباراة امام الاردن ووصل للوقت الاضافي، وهذا عامل اعتقد انه سيلعب دور بدليل انه عندهم كان عندهم اصابات تم استرجاعهم، لما تسترجع لاعبين مصابين اللياقة البدنية ما تكونش في مستوى انه واحد ما تصابش من قبل، يعني احنا مثلا في الجزائر صارت لنا مع بغداد بونجاح، مع يوسف البليلي، مع الكثير من الاسماء، امير سعيود ايضا الذي كان يعاني من اصابة في بداية الدورة. اعتقد انه المنتخب التونسي الايجابي في هذا المنتخب والامر اللي راح يساعده كثير انه خدا صفعة امام المنتخب السوري. الصفعة تاع المنتخب السوري اعتقد انها فطنت وجدت في وقتها للمنتخب التونسي، لهذا انا اعتقد غدا ان شاء الله راح نشوفوا مباراه كبيره بين منتخبين راح يمتعونا كما متعنا المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي في الدور الربع النهائي، مباراه كبيره والمهم او الاهم انه واحد من شمال افريقيا من عرب افريقيا راح يكون حاضر، زميلنا القطري الكابتن علي كان معنا، لا مش كابتن علي تحكي على مبارك مصطفى. مبارك مصطفى لما قال لي كيفاش تقول باللي عرب افريقيا رم اقوى من عرب اسيا، الوقت اعطاني الحق، كنت حاب يحضر معنا اليوم. النصف النهائي ثلاث منتخبات عربيه من افريقيا والمنتخب القطري هو فقط الممثل في اسيا للعرب، لكن اعتقد بانه نزيد نعاود نكرر مره اخرى انه المباراه غدا لاول مره يمكن ان نقول 50 50%.